يا سلام سلم يا جماعة الخير، أنا ودي أقول لكم عن هالصورة اللي قدامكم. هالصورة هذه لاثنين شباب، هذولا يا جماعة الخير قاعدين يلعبون لعبة من أشهر الألعاب اللي موجودة بالجزيرة العربية. اللعبة هذه صدق أنا ما أعرف ولا شيء عنها، أو لما لقيتها ما عرفت ولا شيء عنها، فقمت أنا بكل ثقة شاركتها على تويتر، أو خليني أصحح، شاركتها على منصة إكس، وقلت لكم بالله يساعدون وعلمون وش هاللعبة، لأني أنا صدق ودي أتعمق بها أكثر. طبعا جزاكم الله خير، كثير منكم عطان معلومات صراحة لا تعد ولا تحصى، لكن الله يهديكم حستون يا كثر الأسامي اللي قلتولي، لدرجة أن دروخ راسي وعجزت أعرف وش الاسم الصدقي للعبة ذي. طبعا منكم قال لي يا غادة اسمها مقطار، ومنكم قال لي لا يا غادة اسمها القاطرة، ومنكم قال لي خطوط وطخة وملطخ وصبة وصكة. وش هالأسامي يا جماعة؟ حتى ما في تقارب بين الأسامي. بس اللي لقيته شايع عند الناس هي أم ثلاث وأم ست وأم تسع. فهذه اللعبة اللي هم قاعدين يلعبونها. طبعا ممكن أحد منكم يقول لي طب يا غادة هذا قلتي لنا أسامي اللعبة، شون اللعبة تلعب؟ أها أبقول لكم شون تلعب. طبعا اللعبة ما يلعبها إلا اثنين، ولازم يرسمون بالتراب، عاد مو بلازم بس هذا أيام أول ما عندهم أقلام ولا دفاتر كثيرة، بس أو خلينا نقول بورد جيمز للشباب اللي ما يعرفون المصطلحات. كانوا يرسمون بالتراب كذا خطوط مستقيمة في الوسط عرض وطول، وعند اللعبة ذي ثلاث مستويات. أبسط مراحل تبدأ في أم ثلاث، أمن أم ست، أمن أصعبها وأعقدها أم تسع. فلو تلاحظون بالصورة ترى قاعدين يلعبون أعقد مستوى للعبة اللي هي أم تسع. المادة اللي يستخدمونها أو المكون الأساسي عشان يلعبون اللعبة هي حجر، أو بعض الأحيان تكون مرو أبيض، أو بعض الأحيان تكون بأبسط الأمور عبس التمر، يمسكون عبس التمر وكذا ويحطونه باللعبة. طبعا تبدأ أن اللي يبدأ اللعبة يحط قطعة أو أولى في أي مكان من اللعبة، ويبدأ يلعب الثاني على أساس يخرب عليه، وكل واحد يخرب على الثاني إلى ما تستمر اللعبة، ويقدر واحد يزين صف على الخطوط ثلاث قطع بشكل واحد، يا تجي أفقي يا تجي عمودي، أم يفوزون باللعبة. طبعا هذه القواعد اللعبة بشكل عام، جربوها أنتم مع بعض. أنا عن نفسي صراحة عجزت ألقى أحد يلعب معاي باللعبة ذي. على العموم طبعا الحين زي ما قلت لكم أنا علمتكم عن اللعبة، لكن خليني أقول لكم الحين مين اللي مصور اللعبة ذي. اللي ماخذ الصورة أمريكي اسمه جوزيف دي ماونتن، وكان يشتغل كمهندس وطيار لشركة أرامكو، واخذ الصورة حوالي سنة 1936 ميلادي. ممكن تقولوا لي طب غادة وش دعوة، أكيد في كثير مصورين ومصورين اللعبة ذي. أقول لكم إيه ممكن، بس أنا عن نفسي صراحة أحب شيء عندي لهالصورة ذي، إنه الاثنين ذولا ما مهتمين أبد للمصور ولا حاطين عينهم به، لدرجة إنهم مركزين على اللعبة اللي قاعدين يلعبونها، كأنه فعلا زي ما يقولون بالإنجليزي A fly on the wall، ذبانة على الجدار وأنتم بكرامة كذا، بس هو مصور الصورة وقاعد يتفرجهم يلعبون. طبعا أنا لما أشوف الصورة ذي وعقب ما عرفت القواعد اللعبة وعقب ما عرفت كل شيء عنه، قعدت أفكر من اللي فايز؟ هل أنا بعرف من اللي فاز اللعبة ولا لا؟ هذا سؤال أنا بيكم تسألون نفسكم، من اللي فاز اللعبة؟ لأنه مهم نعرف من هو اللي نجح، هل هو اللي على اليمين وهل هو أو هو اللي على اليسار. وأتمنى غير أنكم تشاركون الصورة ذي مع أهاليكم، ونفس القصة اللي دائما نحكيها في كل حلقة، أنا أبيكم فعلا تفكرون مين اللي فاز، لأنه ترى مسبب لي أزمة نفسية. عجزت أعرف، جزء مني يقول والله غادة ترى اليسار اللي هو اللي فايز، وجزء مني يقول ترى هو اللي باليمين. فأنا بترك لكم القرار، علمون وإن شاء الله نسمع منكم قريب.